الدنيا واللي في الدنيا، هنا كله في صندوق الدنيا. مد يا شاطر قبل ما يلعب، قرب واتفرج على الدنيا. أولها الدنيا الحلوة اللي في مصر عليك، عارفها وشايفها من حواليك، لا جد الزاي ولا جد المال. تانيها في ناس تعبت وناس غل. وتالتها ناس هبشت في الدنيا وطلعت، وناس يا حول الله وقعت من قعر الدنيا. اقعد واتفرج على الدنيا، ادي الفلاحة التفاحة اللي في الغيط وفي بيوت الناس كداحة، اسمها فاطمة تخبز ارداب بعشر قطمة. واتفرج على الدنيا، ادي الفلاح يا وله اللي اسمه ابو العله، بيعزق ارض الغير ولا ينبش من الخير حبة ولا خردلة. واتفرج على الدنيا، ادي الست حفيظة على خزاينها حفيظة، ودي عثمان العمدة البائد ثروته على ثروتها ورائد، والاتنين نازلين لكسف بس بيضربوا كف بكف علشان ما معاهمش العيل اللي من الاموال دي يكيل. واتفرج على الدنيا، حدوتة مفيش اعجب منها، وكتير من الناس كانوا حاضرينها. ده وده هو وده هي وده هو وده هي. وبص انت وهو واتفرج على الدنيا. بلد علي يا ابو حسنين. ايوه يا اخويا، البت دي ما تلحق تولد ويا دوبك تحبل. ربنا يديك الخلف الصالح. صوتك سمع يا البلد كلها. انت فاكيها راح فين يا بنت الفراخ دي؟ راح السوق ابيعها. هما كام؟ خمس فرخات وتكربات. عايزه فيهم كام؟ ما عايزاش ولا حاجه، فاكيها خدامتك. حد الله، انا ما كنتش سوح ولا دخل بيتي السوح. وهذا ابنك ما جاش الفرز ليه؟ انهي فرز؟ فرز الجهادية. اسمه كنت الكاش. أي كاش؟ كاش في الحكومة يا ولي. حكومي؟ أي حكومة؟ يا ولي ما توديش نفسك في داهية. ده أنا ابني لسه عايل، في رمضان الجاي هيتم الحداش. يا ولي بلاش بغلطة، يا دي إدارة كمان هتتهربوا منها؟ ده فرض واجب، خدمة الوطن من إيمان. ربنا يثبت إيمانك يا عمري. عايز الواد يفلت من فارس. ده انا بص ايد العمدة الفاضي، والبيل مامور هيتغدى عنده النهارده وهتبقى فرصه، والبيل مامور راجل طيب وبيحب البط مور. ده انا اطبخه واحمره له واديه له بايدي. لا خلي عنك. ايه هو ده واد رخص؟ ايوه. طب ناولين القفص ناولي عشان يعموا عن ولادك كلهم. قاطع انا اهو، انا اهو. اعدل ايدك يا الواد، المحراج بياكل في ارضي. طب قول صباح الخير يا اخوي.
راس الحد كانت هنا اهو. قابلنا 10 سنين من يوم ما قسمنا التركي والحد مضى. والحد دي ما بقالوش لازمه. انا خدت ارض ولاد ابو ريا. ما بقاش فضل زمام الحوت كله غير ال 20 فدان بتوعك. انا عايز اضم ارض وارض مراتي على بعضيها. طب وايه غرضك بقى يا اخوي؟ تبادلني عليهم. نعم. هدي 25 فدان في حوض الضماين. يا سلام على الإنسانية، يا سلام على الحنية. ده أرض بور يا أخويا. يا راجل. ده أرض صبية. أنا العنيه. أنت مستكثر في أخوك ال 20 فدان اللي نابوني من التركي؟ وأنت ناقصتين؟ دول بقوا 300 يا عمدة. أصرف عينك. أنا مش بحسدك، ربنا يرميها بالحلال. إيه الله يرحمك يا أخي العطية، كان دايماً يقول للي يتلفع بالحرام يعيش عريان وموت عريان. عاه. عاه يا اللي تنكلمي. عاه. هديك 30 فدان. اما تديني ال 300 بتوعك وال 200 بتوع مراتك انا يستحيل اسيب ارض. مش ده كليته بتعمل لما عمي يموت؟ موت هتاخدك انت وابوك وامك واللي بص امك يا كلبي يا ابني. الله الله تعيل يا اخويا، ما تاخدش على كلامه. ده مش كلامه، ده كلامك انت ومراتك اللي بتقتت وتحتت. انا لسه بعافيتي يا علوان وصحتي زي البومب والحديد، مش هموت الا لما تفنكوا كلكم واخد عتاكم. إلهي تنشك في دراعك يا عثمان يا ابن نواره. يا ضرايا يا ابني كان عايز يموتك، لكن معلش تعال معايا، تعال معايا للمعدوله مراه، والنبي لسود عشت. والنبي لسود عشت. خمسه سته سبعه. دستور يا اهل النور، خدي بق ورجعيه ثلاث مرات وقولي جلد. يلا بجد. ريحي نفسك يا ضنا قلبي، لا سحري ينفع ولا شبشبه تشفى. جد لسانك يا فهيم. انا اللي الم نفسي برضه؟ قول لجدك انت هو اللي يلم نفسه، كان عمل له ايه يا ابني؟ ايه؟ قطف اللي قدامه ولا مد ايده في جابه؟ عيب يا ام حسن، ده مهما كان برضه العيب دي. قمت عليك يا ابني انت وعلي زيي. عليكي وعلي خليفوك. يا وليا يا ملكه يا عرة النت. أني عرس؟ أني عرة يا حفيظة؟ أني عرة يا عرس العرة يا زبيرة يا نصاوية يا حية خلفاني؟ أنا على رأي الناس أنا أكتر من خلاص إيدك قطعك تاني. طب والنبي اللي خليك يطرسكوا في البلد؟ والنبي ومن نبى النبي نبي، لا أقعد على قلبك كده يا حفيظة لحد ما تموتي مفروسي. وعلى رجل الدوار والزعيم والفرس الحمراء. لا يا حسن، فرس الحمراء يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيت انت فاطمة مرات الواد ابو العيلة؟ ايه؟ انت يا فاطمة. انت يا فاطمة. انت يا فاطمة. يا حماتك عيلة بصحية ولا حجة حقيقة؟ ايوه النبي حضرة العمدة ما بقتش تشوف. بنت يا لوزي. قولي لأمك المحدث جاي النهارده قبل ما تروحي فوتي على الدوار تملي الإزار وتبخري القلل وتطربي تحت البهايم بدل حماتك. طب مش هقول له بس الأول. جوزك إيه يا بنت اللي حسنا أمره ده؟ نجري على الدوار يا بيه، جري. أهلاً وسهلاً. وادي يا عوضين. الشاي حنية. ايوه يا عمدة. انت عارف ابوك مات مديون بكام يا ولا؟ وانا اش عرفني يا عمدة؟ قول له يا اصطفى هلوس يا فندم. 117 جنيه و67 قرش ومليمين. بتاع ايه ده كله؟ كله هنا، مفيش مليم من غير بصمة صباعه. معاك تدفع؟ منين يا عمدة؟ 117 قراط اللي سابهم لك ابوك مديونين. ما يكملوش يا عمدة. معلش يا اسطى فلوس يا فندم، انا مسامح في الباقي الوجه. يا سلام على الانسانية، يا سلام على الحنية. انا واكرم بالانسانية. يا تبارك الله، ما الحلاوة دي كلها بتحضر فيها واد دربوع زي ابو العيلة، ما عندوش لقمة. دي جت ولادة جابت اتنين في بطن. عجيبة يا دنيا، اللي ما معهوش قرش يجيله كل سنة قرش. واني اخر ما وصل اليه العلم 15 سنة.
عبارة يا ولدي البغلة يا بكتر وصفاتك ولا فايدة ولا عايدة. ايه دي عم ده؟ ده انا قادم الطلع. امال بتخيب معايا ليه؟ لو خيبت المرة دي غير الحجرة. بسنا وسلاسة ورباع. ولكن انت لو اتجوزت النهاردة من ليلة الدخلة عد 9 أشهر باليوم وسع. ده مش موصوف لك، ده للست حفيظة. انت من الليله دي بتتوكل على الله وتذبح بكر بقى. انت الجنان لابد منه. تسلق كبدته وتدهنها بتوله وتوكلها لمراتك، تقول لك مروه، تقول لك غطه، لازم تاكلها كلها. ان كان حلبان ما كانش يبقى فضغ منها الرجا. روح اتجوز. كل ساعه الراجل يقول لي عايز اتجوز عايز اتجوز، لما كسر نفسي وزلني. الليله تذبحي له وزه. وزه؟ وز يا ولية تكون سميني وتحمريها في السن وترش دول على كبدتي وتوكلي هالو. يقول لك مره يقول لك غضه، لازم ياكلها كلها. وتتعشوا انتوا الاثنين بالوز وتشربوا الشاي. اذا كان حيبان ما كانش يبقى يروح يدوي نفسه. فاضل وراكي يعني؟ فاضل زلعه واحده. طب سيبي اللي في ايدك ده وروحي امسكي وز واذبحيه. وز؟ وتكون سميني والنبي صحيح. يا سلام ما تردوش يا اولاد، مش واحد يهودي مات النهارده؟ تذبحي وزي وانت بحيي تنعص العادة. انا عدم ابن مرت عمي 15 وزي. اهدي اهدي وزي وزي يا ولية، انت تهبلتي. والله ما تهبل الا انت، كنت قلت لك نفسي في البط. وانا كنت قلت لك نفسي في الوز. اهو سهم ونس. وز وبط. اللهم اني لا اسالك رد القضاء. النهايه عليه العوض ومنه العوض. حوش الكبده وحمر الذكر لوحده. يحمض يا عمدي. حمضه معديتك. اسمع يا ولد. نعم. بعد ما يتحمر الذكر ايه؟ تاخده توديه لحضرة ضابط النقطه وتقول له حضرة العمده ذبحه لك خصوص. ايه؟ حاضر. فاهم؟ خصوص. يا سلام على كرمك يا حضرة العمدة. مش جابك هنا يا دي؟ العمدة هو اللي أمرني، قلت له قول لجوزي كان هيضربني. ربنا مش هيتوب علينا من الحكم ده؟ وهدى كل بطه وزه دي ما حصلتش من بحثي لاجل ما ادوق الوز واستطعم طعمه. يعني هيكون طعمه ايه؟ قهوه. ايه يعني انت دقته؟ ايه وانا صغير ايه امي كان حداها وزه لحقتها بالسكينه وهي بتفرفر. شايف الفخده دي يا ريت؟ اهي الفخده دي توزن لها بالقليل بالقليل كده يجرى طين لحمه. ولا الطابله دي؟ الطابله اللي عامله زي الليل. اه ياني لو الوزه دي بتاعتنا. يا سلام يا بيه، دي كانت تبقى ليله. اني كنت اسلقها واشوحها وافصصها في صوص واعمل لك صحن فته قد كده. وكل يا ابو العيله. لا كل انت. والنبي ما تكسف ايدي كل انت. بس ما كنتش تحلفي. اقول لك ايه؟ انت النص واني النص. ما شاء الله ما شاء الله، عاملينها خلوه انتوا الاثنين. المحيصه والكلام الفارغ ده في داركم. هنا جامع، فاهم يا ابو العله؟ جامع. حاضر يا حضره العمر، ربنا يعمل بيك. بنت لم الريش ده يا بنت، ما تخليش ولا ريشه. حاضر يا حضره العمر. ما يا بنت هات الطشت يا بنت عشان اغسل وشي عشان اتمليت تراب. قولي لي يا بيه، لو يعني مثلا مثلا اديتك وزي تعملي بيها ايه؟ يا سلام يا عمدي، دي كانت تبقى ليله.
ناكل ونشبع ونتهني ونتعيلك وتاكلوها كليه في ليله واحده يا دوبك. حماتي حته والعيال حته واني فتفوتي والباقي لابو العيله. اشمعنى يعني ابو العيله؟ هي مش هو الراجل اللي بيشقى ويتعب لابد يتقوي؟ اكل الظفر صحي. طب صبي. أني مستخسر الرقبة دي اللي زي كوز الجمار في العقد الفرس ودي. أني هجيب لك عقد ذهب بس لو انبسطت مني. إيدك يا عمدي. مع السلامة يا نصيب. اللهم أعطيني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي. روح أنت يا بنت نظف السير. صابوني. إيه ده يا عمدي؟ بتتوضى بالمداس؟ اللهم اشرح صدري وحلل عقدة من لساني. دوق عمايل ايدي. دوق انت الاول. خديه في حد. وقفوني في حالة دي. مدد يا خالة نظيمة، مدد! سامع؟ بدها تفرسني. طبعا متفرعانة، هيبقى حواليها أربعة. الشطارين تفرسيها بواحد بس. يقول الشطارين. أنا شطر يا أخي. أنا خايف. إيه؟ الأرض الشديدة بترمي محطوط. من الركعة البزرة. إيه البزرة عزعة. البيضة تكذب الغطار. روحوا ليه مربط الفرس؟ إن كان هيبقى. فين الرؤوس والجناح؟ في الحال. حلا ما فيها. يا ندمتي سرعتهم مع صفة الرقبة فاطمة. أنا كلهم أبو العيلة وتبقى ليلة يا عمدة. وأنا حصان أنت ولا في السيوم كلمني. أنا جاي لك رسم. الليلة دي ما تباتش في دارك، تبات في المكان. ليه؟ حكم العمدة. العمدة؟ الراجل مفروس منك ومحكم رأيه إنك ما تباتش الليلة في حضن ولادك. يعني ما حبكمش غير الليلة دي؟ الليلة دي بالذات. طب يا شباب اشرب الشاي في الأول، ما تقعد تجابر الذات. تاني عاملة فتة حلوة بمرقة الظفر. هل بتعاني ما أنت لسه على لحم بطنك؟ أي أيوة والله يا فاطمة. تعالي يا شيخ اتعشى معانا، تعالي. تعالي. اتفضل. أهلاً وسهلاً. اتفضل. خد. خد مصمص دي. يا حبيبي، خد يا حبيبي كل. يا سلام يا بنت طالع لغلغ الوزه. ابتلع على فكره. كل هنا بالهنا والفكر. كل هنا كل. من نبي انت واكلني؟ أنا واكل كل هنا. أنا ثلاث أيام. كل هنا. كل هنا. يا أولاد. كل هنا. على فكرة انتوا الاثنين، خد مصمص دي. يا فكك يا فكوك. فك فكع السبع وحل عقدته. دستور. دستور يا سبعاوي دستور. دستور يا سبعاوي يا فكك يا فكوك. فك فك السبع وحل عقدته. دستور 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 يا سبعاوي دستور. الوز كبس على نفسي. تعال يا روحي، تعال يا حلم. تريح بدنك. أنا مرتاح هنا. إيه هني؟ لعب الشو. ما تقوم يا راجل. الوز حامي. طب ما تصحصح كده لك ليه بيض هيض. راكز على قلبي. تمام يا فندم. حصل. وصلت
دورية كل نص ساعة. حاضر يا فندم. عايزة مهيص على حسابي. تعال قول. البت نشفت رقي على المنامت. أبو العالي. أبو العالي. يا أختي لحقت تنام؟ إحنا متعشين عشوة سهرنا لحد الصبح. أبو العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو العالي. ما كنت شوف أهل الليل ده عليه. أبو العالي. بتقوم بقى. أخشى عليك. أبو العيل. لا أنا كنت معشياك أبو النوم. أنت معشياني ويزا يا بابا. انتشار وباع ام المراري. مراري؟ ايوه يعني النعاسه جهني. سلام قولا من رب رحيم. يا سنة غبر جبست يا عمدي. يلا يا ولدي. يلا يا ولدي. جبست يا عمدي. اعوذ بالله. دافع خرجه كره على فين يا مهند؟ رايع عزبه يني الحاج علي ابو خضره طلع له خراج في ميعاده. وده يساهم العملية يا مهندس مهند. ده يموت في ايدك يا راجل. ما حدش عملها معاي. نشكر الله. نظرا لانتشار وبا المراري في المنطقة يتنبأ على جميع الأهالي بالتوجه للمركز للتطعيم. يا ساتر يا رب. هو في إبرة تخش الجسم وتسيبه سليم؟ انبضك في العطارة. مش شافي. والله. اسمع يا ده هو لم مواضيع البلد وحالهم على المركز او اسمنا نفذ الاوامر وبس يا ولي. Thank you.
الحافي. خلوه يرتاح. بالشفاء إن شاء الله. وحدوه. لا إله إلا الله. الله. مين عارف يا رجالة؟ يمكن ربنا ينفخ في صورته. يحيي العظام وهي رميم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشاي يا حبيبي. اتفضل يا عدوان. اتفضل. أهلا أهلا. يا سيدي. شد حيلك يا عدوان. أنت راجل مسلم والموت علينا حق. أخويا. ماله؟ تعبان أوي. وبرضه حفيظه مش عاوز اكتب له حكيم. هو الحكيم هيعمل اكتر من اللي عملناه. ببركه حضرتك. ربنا يكون في عون حضرتك. كلنا رجالتك وتحت امرك يا حضره العمده. اخوك نصرني وخد ارض بالعافيه. اعمل معروف وانتوا بتقسموا التركه رجعوا لي ارضي. يا مصري يا عمده. اه يا وليه. اه يا وليه. يا وليه. يا وليه. يا وليه. يا وليه. انا كان ليا مساله. حكاية معاملة مع العمدة نتفهم فيها بعدين، أنا مش غريب. ما تنعاش أبدا، هم حاجة التركة كلها في دماغي. الظاهر والمستخبي كله هنا أهو. خبر إيه يا ناس؟ خبر إيه؟ حد فيكم ده من عمره؟ ربنا يديك العمر. أنا مش طمعان في حاجة، مش طمعان. ومهما كان ده أخويا الكبير وأفضله عليا. طب انا هجيب له حكيم يعالجه وهفضل جنبه لحد ما يصحى. السلام عليكم. سلام. سلام على الراجل ولقمه. بتطويلها في الاكله لوحده. اوامطه اوامطه. اخيه على ده زمن. جري عاد انت وهو. وعمي ماشي خلاص. جت موته تشيلك انت وهو تمشي من جري عاد. امسكوه بولاد الكلب. امسكوه الكلب. يا صلاة النبي احسن. اهو كده يا عمدة. ما تشمتش العدو فينا. ما تخليش عدوان يتفرعن علينا. قاعد يقسم في التركة ويحسب ويعد ويفك حبس ويشيب دين. ده يا عمدة. يا اخي ان شاء الله ما يوعى هو واولاده. انا سايقة يا مجنونة. السلام عليكم. ده تعبان قوي يا سيدي حفيظ. انا بقول نجيب له حكيم يشوف. لا حكيم لا. عليه يا سلوان. اطمن اخوك بخير ما تبشرش عليه. دي جدته ايضا نار يا نان. الحكيم قال. حكيم لا. حكيم لا. لا. ما تخش تريح لي بدنك شويه. ولا هيجي لي راحه الا لما يقوم بعافيه. أعوذ بالله. إيه؟
كنت بتحلمي؟ حلم مهبب. خير والصلاة على النبي. ما تتحشيش في اللي مالكيش فيه. امشي يا بنت الجر اعملي لي فنجان قهوة. خليهم اثنين يا فاطمة. زبطتك يا حرامي. ايه خيبك؟ انا افتكرتك ام وقيه. اللي هو كنت تعمل ايه ساعتها؟ لا ايه ولا تيه، كنت هروح في داهيه. طب ما انت برضك هتروح في داهيه. ليه بقى؟ انا هقول ليه. دخلت الزريبه لقيت حسان بيحلف في الجاموسه ونازل فيها شور. وانا كمان هقول ليه. هتقول لها ايه يا ناصر؟ هقول ليه دخلت امبارح على فاطمه في اوضه الفرن ولقيتها جايبه رغيفين عيش قمح وفتهم في عسل اسود وعليهم شويه قشطه ونازله لاط. ما هو ده اللي راعبني ومشتت فكري. لو انا مت الوان اخويا هيبهدلك، ولو انت متي حسنين ابن عمك هيبهدلني. ربنا يجعل يومي قبل يومك. يومك يومي، احنا الاتنين رمه لا اسم ولا ذكر. لو كنت سمعت كلامي. يعني عايز نعيش مع ضري. ودي تسميها برضه يا ست العارفين، زي ما تقولي بهيمه تعشر وتولد وبس. مش عرفك انها هتولد؟ انا متاكد والحكيم امن على كلامي. حكيم؟ ايوه قال لي انت ما بيكش حاجه. يعني عايز تتجوز؟ انا مش هتجوز حبا في الحريم. انا اللي مجنني ان الاموال والاطيان اللي تعبنا وشقينا لغايه ما لميناها هتروح هدر. لما انا الحمد لله راجل شبعان وعيني مليانه. القهوه اسقيني يا فاطمه. الرحمن الرحيم. امشي الجار يا بيه، امشي كبر، يلا امشي. الحمد لله. بقى بعد العمر ده كله عايز تتجوز يا عثمان؟ بهيمة يا ست، بهيمة تعشر وتولد وطلقة بالتلاتة. وخد انت الولد ربيه ووخديه على طبعك ويبقى ابنك اللي يقف معاكي وقت الشدة. اليوم ده خايف عليكي، انت واحدة نجية في وسط وحوش. ايوه. طب لما تصحى وتقوم من فرشتك اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يا ساتر. عن اذنك يا ست حفيظة، الحكيم هيكشف. اتفضل يا بيه. صباح الخير يا حضرة العمدة. ازيك دلوقتي يا اخوي؟ الحمد لله. ايوه. ظهري. من عدنت امك مات، ومن طبخت امك مات، ولما امك مع ابوك الاولى بسم الله، والتانية بسم الله، والتالتة بسم الله، والرابعة بسم الله، والخامسة بسم الله، والستة بسم الله، والسابعة رقوة محمد ابن عبد الله. يلا يا ولاد، يلا يا thank you.
تعطليني بجمعتي. نادرين عليا يا حفيظه يا اختي، والنادر امانه لو حصل. لو حصل يعني؟ لا اعملها لك وما تشفعي. مدد يا خاله نظيمه، مدد. الف مبروك يا سيدي. تشكر، يطلق في عزك. متشكرين عقبال عندكم. كوبايه شربات يا عمدي. عمي بقى اربعه يا عمي، تلات ولاد وبنت. قوم فرنا تاخدك انت واخواتك. عياط هنا مالكش دعوه بيه. انا بس بدي افهم، احنا مش اتفقنا اني اتجوز اللي يجيب عيل وبعدين تتطفق؟ قاعده تبطوا تبططي فيا ليه؟ ما انا بخطب لك يا بعدول بس خايف. من ايه؟ تقعد معاها تسعة اشهر وبعدين زي ما رحنا زي ما جينا. وانجبت الولد؟ ابقى انا اللي ولدت. انت اللي ولدتيه؟ واتكتب باسم بسيطه، مكتب الصحه بتاعنا، الاب عثمان والام حفيظ. أنا مش عايز بنات، أنا عايز واحدة كلها سواد. طب قلت إيه في البنت سعدية؟ أهي جوزها ميت ومعاها اتنين. وقعت، ده جوزها مات مفلوس مني، وعندها سبعة إخوات ياكلوا مالي النبي. أنا عايز واحدة مقطوعة، لا أهل ولا عزوة. على بضحى؟ ما تنفعكيش، دي بنت غجرية ولسانها طويل. أنا عايز واحدة من كسرة، لا تطلب ولا تطالب. أهي الدنيا مليانة. ايه رايك في فاطمه؟ فاطمه مين؟ مرات الواد ابو العيله، خدامه درجه اولى وخدت عليكي وعارفه طبعك، يعني مستوفيه كل الشروط. انت اتهبلت يا راجل. انت هي فاطمه عزبي وانا مين؟ ايه؟ انت يا راجل عايز تطلقها من جوزها؟ بس انت ارضى. انت عايز ابو العيله يفضحها. انا على ابو العيله لقيته بسيطه، قرشين يسكتوه وما سكتش يا النرد ده مجهول. خدي ايدك. عواف يا ابو العلا، اهو كده الهمة. ابو العلا جدع. ايه ده تنبيهتي؟ اقفلك سيجارة يا ولد. مد ايدك يا ولد ما تتكسفش. اقفله انت يا مبروك. يوميتك كام؟ 5000 حضرتك. بس يوميتك 5 ساعات ومن شهرين فاتوا. ها؟ وادي فرق الأجرة. خد ولع. ولع العمدة عشانك. مد ايدك، ده انت امك عيالك. هلبسك خولي يا ابو العلا. ونعمل خولي يا حضرة العمدة. ولو شديت حيلك معايا وفهمتني كويس هديك 6 قراريط تزرعهم لحسابك ويكونوا ملكك. يا سلام يا سلام على كرمك يا حضرة العمدة. انتوا ناس خدمتوني ولازم اكافئكم. ربنا يعمل بيتك يا حضرة العمدة. ويمكن يبقوا 8. اصل العمدة عاوز يناسبك. يناسبنا ليه؟
في مين؟ في عيشة بنتي؟ فاطمة؟ مراتي؟ طلقها. أطلقها؟ آه. اتجوز غيرها، البلد مليانة بنات حلوة. ومش هتقعد ليلة عادي. مهرك وعفشك على حسابي. إيه الكلام ده يا عم؟ ده مش كلام يا أبو العلم. ده أمر. شرعني. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطلع مرتي، ليه؟ أنا مش هكلمك في الأمر ده تاني. أنت حر يا أبو العلم. اعقل يا ابني. أطلع مرتي، ليه؟ أنا هقولها لك عشان أخلص ضميري. إذا ما طلقتش ولادك هيتيتموا وأمك هتشحت والعمدة هيتجوز فاطمة، يعني هيتجوز فاطمة. عقلك في راسك تعرف خلاص. البحر بيضحك ليه واني نازل قدنا البحر بيضحك ليه واني نازل قتل عامل الاولى البحر بيضحك ليه واني نازل قتل عامل الاولى يا اختي ابو العيلة انت اللي لازم مكذب كده ليه انت ما دخلت ما فتحتش حالك أفكام ولا عامل أفكام؟ يا باي أنت الليلة دي دمك ماسخ والنبي ما أنا مكلماك أبو العيلي أنت أنا حنان يا أختي انت ما بتردش عليا ليه؟ المرقوية دي مش العمدة تهفف نافوخه وجاب لي المنديل ده النهاردة؟ ويدهولك ليه؟ ها؟ ايه بينك وبين العمدة؟ ايه؟ اخفى عليك يا ناقص بقى عشان حتة منديل بتلات ابيض تقوم تظن فيا وتستخوني؟ اسكتي لا ما اسكتش، لا انت فاكرني عيالة اندهك عليها بمنديل؟ ايه؟ انا لازم اعرف ايه اللي في بالك ايه اللي حصل ده كله؟ ايه؟ العمدة عايز يطلقك. تطلقني؟ ويتجوزك هو. هو مين ده اللي يجوز ويطلق؟ هو ربنا يكون فيكون؟ ده اني لو بعت عمري. لا تبيع عمرك ولا عمري. احنا نطفش من هنا. ونروح فين؟ ايوه حتة. احنا باكين هنا على ايه؟ لا بيت ولا غيط، رب هنا رب هناك. قوم بينا. قوم بينا قبل الشمس ما تطلع قوم قوم بينا يلا يلا قوم Thank you.
كتفت عشان ايه؟ ولا كي مش اعرف عملها العمده الظالم. اوعى ايدك اوعى بقول انجر قدامي يا مضروب يا طيار يا طيار يا طيار يا ابو العيني ابو العيني دينك يا ابو العلم. ايوه فضل مرقد لحد ما تمكن وشال البضاعه. يا جماعه السرقه حرام. كيساني مليان ورق بميات وكيس ثاني بخمسينات ده غير الصيغه. ايوه اهلا 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 اهلا. ايه المتهم؟ مش لما حضرتك تشرب القهوه؟ حضر الفطور يا ولد. حضر يا عمده. وحشني فطارك المشتت. موجود. والقش طياها. موجودة. مش ناسي حلاوه ذكر البط ابدا. كله موجود. فتشوا دار المتهم وفحطوا ارضها. حاضر يا فندم. وعلى بال ما يجهزوا الفطور ناخد كلمتين من المتهم فتح شهيه. خلي بالك منه كويس. ده واد حويط. ما كنتوش تتكوا عليه تمام هيلف ويدور. على مين؟ خبيت الفلوس فين يا ولد؟ نسيها حظاظ لسه تم خزنه العمده. خزنه ايه؟ اخلص يا ولد شوي. انا لا اعرف خزنه ولا شفت ايه. ايوه ادي اعملهم يا ولد. دي انتزاتي برضه. ده العيش اللي بتاكله في داري انت ومراتك وامك. ما تظلمناش يا عمده 30 سنه واحنا بنخدمك انا وجوزي وابني ما مدناش ايدنا. الكلام ده مش في القضيه يا وليه. بسمتك يا حضره العمده وحياه القران اللي بتقراها على السجاده ابو العلا سرعان يعني هيتبلى عليها يا بت. اهلا شيخ مبروك. دي تهمه وملفقها لي يا حرزان. وهيلفقها لك ليه؟ ها؟ خايف منك؟ خايف تاخد منه العموديه؟ عشان ما نفذتلوش. دي نكته تتكتب. اطلع عايز اطلع بره. اتفضل يا سعاده البيت. اتفضل يا بيت. اتفضل. عارف اذا ما اعترفتش انا هشرها. اتفضل يا بيت. اتفضل. انا مش حذرتك. ادي قلت للمركز خد كلامك. ما تعصلكش يا ولد عيله انطاع يا ابني. ده احنا غلابه والله لما ندن على مدنا ما حد يسمعنا. الاكابر بس هم اللي بيتسمع كلامهم هم اللي يؤمروا واحنا اللي ننفذ واطيعوا يا راجل يا كابر يا عديم الدين. اتفضل يا شيخ مبروك. تمام يا فندم. فتشنا الدار وفحطنا الارض ما لقيناش حاجه ابدا يا فندم. هدوا الفرن وهدوا الحيطان. طربقوها على اللي فيها. يلا شوف شغلك. حاضر يا فندم. قول بسرعه. قول يا حسين يا ابني. ودي لهم ياكلوا. يا سلام على طيبة قلبك يا عمدة. هو انا اللي مخسرني ومضيع حقي الا طيبة قلبي؟ اقول لك عن اذنكم اودي لهم الاكل بنفسي. العيال الصغيرين غلابه غلابه صعبانين عليا ما لهمش ذنب. طيب يحب الخير يا ابن الصاله مالوش ضغط مع الناس دول. دول بهايم ياكلوا مال النبي. أنا لسه باقي على جوزك مطول بالي عليه عشان خاطر الأولاد. لما قسما بالله العظيم إما خضع أكون موديه المشنقة. قضية سليمان أبو حطب اللي اتقتل في المصرف فاكراه؟ لسه القاتل مجهول وبيدوروا عليه. أنت اللي قتلت سليمان أبو حطب. أيوه وعندي الشهود وعندي الدليل. أنا مش قادر أضرك عشان خاطر الأولاد. راجع نفسك قبل ما أقدم فيك البلاغ. وش بعدها يا أبو العين؟ ده راجل سوى وقلبه أسود. يا ما رمى ناس ويا ما قفل بيوت. ده ما يتقباش. يا ما رمى ناس في السجن وألف من يشهد. يا رب يا رب فك دقيقتنا لأجل خاطر النبي. الله 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 الحياة والخير.
شجره فيهم. وقفه تترقصي للاراجوز؟ طب ما بتترقصيليش اني. لا هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي. الله غضبها ابزار حبيبها. حبيتكم سحليه انتوا الجوز قدامي يا بتنجي. اراجوز اضرب في المياه. شافلها خلاص يا ابو العالي، حكم الاول حيسري علينا. هيحبسوك ظلم ويعدموك ظلم. انا من غيرك ما اسواش حاجه، ولا عيال لا عم ولا خال. ربنا يهدي قواهم. احنا وقعنا في ايدينا ترحموا ولا تعرف ربنا. أنا فداك يا أبو العلي، وعد بيني وبينك وربنا الشاهد إنه لا يستحيل يستحيل هيشوفني ولا يكون لي راجل. أنا فداك يا أبو العلي لأجل ما تعيش لأمك وولادك. يا حضرة العمدة، حضرة العمدة، يا حضرة العمدة، حضرة العمدة. سين، وإيه اللي وداك دوار العمدة بعد العشاء؟ جيم، العمدة بعت سين، بعت لك مين؟ جيم، بعت لي حسان. سين لحسان، أنت رحت له يا حسان؟ جيم، لا يا فندم. وقابلت العمدة؟ جيم، ما لقيتوش هناك. سين، ولما ما لقيتوش عملت ايه؟ وسكت المتهم ولم يرد. سين لابو العيلة،
وايه اللي دخلك اوضه نوم العمده؟ اتفضل. خير اعمل محضر جديد. ودي عطلة ايه دي بقى؟ ما تخلصنا يا ابني، ورانا اشغال تانية. ما ترمي لي مين بقى يا ابو العيلان؟ ما تطلع يا واد وتخلص انت، ربنا يهديك. يا ناس يا اهل الدين، فين هملة؟ انت فاكرني هشحتها منك يا ولد؟ هترجاك عشان تقولها؟ قسما بالله العظيم. ما توديش نفسك في داهية يا ابني. قول يا ابني ان زوجتي فاطمة بنت زهران الغائبة عن المجلس طالق مني. قول يا ابني. انطق. قول يا ابني ان زوجتي فاطمة بنت زهران. قول ان زوجتي فاطمة زهران الغائبة عن المجلس. الغائبة عن المجلس طالق مني. قول يا ابني. طالق مني. هتضعك علشان تبصر. خد لف لك سيجاره. خد دول. حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ عطوة. نعم. ما تعيد لي على فاطمة بالمرة. الشهود هم والوكيل اهو. هذا لا يجوز يا حضرة العمدة. وإيه عدم جوازه؟ لا بد أن توفي بشهور العدة 3 أشهر قمرية. بسيطة. أنت جيت في جمل الثلاث أشهر فاتوا وعدوا. الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في إيدينا. حد هيحاسبنا؟ لا. اعد يا راجل اعد. اعد يا شيخ عطوة اعد. الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اعد. يجوز. وانت من بكره تاخدها البندر تشتري لها الجهاز والذي منه. من عينيا. النبي يا عم مبروك، ما دام جينا لحد هنا نخش نزور المقام. نخش يا بنتي، اهو نصلي لنا ركعتين لله. ربنا يخليك. Thank you.
ذكرت لله الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى قلنا يا آدم وحد الله يا بنتي واستغفري هاني بشد عميق شيخ ربنا ينتقم مني ربنا يذل تدعي على مين يا بنتي؟ على الظالم اللي طلقني من جوزي غد وهيتجوزني غد أعوذ بالله اطمئني يا بنتي طلاق المكره لا يقع عند جمهور الأئمة وقد بينت السنة أن الله تعالى تجاوز عن تصرفات المكره فلا يؤاخذ بما أكره عليه فالطلاق بالإكراه غير جائز كما أن زواجه منك بالإكراه غير جائز لا تجبر البالغ على الزواج ولا تزوج إلا برضاها ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى باين العمده كان حاطط عينه عليه ولا يمكن الاتنين طابخينها مع بعض وما صدق انها اتطلقت اعوذ بالله يا ست فاطمه غلبانه ما تعرفش لا امال سابت جوزها ليه وعيالها عشانه واتجوزته ابو العلم افترى عليه وخد ولاده انطفش العمده سفر عليه الله يستره الله يجحمه بجحيم جهنم ده ابن حرام مصفي ده خد بلدكم وكان راي الواد في البنت لحد ما طلقها يا خالة نظيم نار قايده جوه جثتي الموت اهو يلا بينا
المشاهري. بدل اتخضيتي انفكت المشاهري وراح العكس. الليلي تعملي زي ما قلتلي. الليلي؟ لابد مني قبل ما تروح منك الخطة. لا قول لي يا اسماء، انت بتعزني قداني ما بعزك؟ واذا بدها اقول زي زمان يا اسماء واكتر كمان، واللي ما بتهدامي بتتصبي وبتحلوي. فاكر ليله دخلتني؟ يا سلام، دي كانت ليله. انت عايزه حاجه؟ كانت احلى مني مليون مره. انت عايزه ايه مني؟ أنا عايزاك تبات هنا. هنا؟ ها؟ مش بتقول إنك بتعزني؟ أنت اتهبلتي. هو ده مش من حقي؟ لا مش من حقك. يا راجل أنت بتزعق فيي. هي ضربت بالبلغة. ها؟ هي حصالي؟ طب طلقني. زي ما أنت عايزة. وترجع لي ال 200 فدان بتوع إبرقهم وحساباتهم من يوم ما اتجوزتك. عيب يا حفيظة، الليالي جاية كتير. الليلة هي حبكت الليلة كوب وطلق كوب. خارج لما يجي واخد اكله. اخرج بقول لك تعال تعال بس تعال 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 بس. انت مش فاكر ليه؟ لا سيبيني لازم اقطع لها. اخذ الشيطان يا ابو العيله اخذ الشيطان. اتخمت لوحدك يا الدلعادي. العمده مش فاضل ليه؟ Thank you.
تقلع هدومك. ما يجيلي كيف؟ أنا عايز أنام. حد حيشك؟ يا راجل، يا راجل حرام عليك، ده القطر كان هيلهفني لولا ربنا ستر. بسمع أما أقول لك، قلت ما تباتش هناك قلنا حاضر، قلت بات هنا قلنا حاضر، إنما على هدومك عليا الطلاق منك ماني قال. أنا مش متطمن، إزاي ده يحصل؟ دمي مش جايبني، حبتي في حضنه ولا هيشم ريحتي. الكلام ده مش داخل نافوخي، وهم ما حصلش الليلة، هيحصل بكرة، بعده، بعد شهر ولا بعد سنة حتى. الست ما يغلبهاش راجل. كلام. أنا مراتك أنت يا أبو العيلة، قدام ربنا أنت وبس، لكن هو والله في سماه، لو حكم تقتيله هقتيله. وتفضل انت للعيال، ما تخافش علي، مهما كانت قوته انا برضه هقدر عليه وربنا يقويه. تعال 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 شوف ايه ده كله؟ وايه ده وبطه؟ امال ايه؟ مش عروسه وعريس؟ قول قول يا ابو العيله قول، وخد الحاجات دي للعيال. فاشل، انا ست بيجي لها ظرف الاعور كده
كنت اسيبها لوحديها لتموت. سلامتك. سلامتك انت يا حبيبي. خد يا بنتي. اخفى عليك راجل طفل في الزريبة يا شايف. مش قادر تستنى لما يتقفل عليكوا باب. انتبهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخت عليك خضتني يا سيدي. ان شاء الله انا يا ستي. تعالي تعالي. ايه مش هبتلع هدومك الاول. ايه ولا ايه؟ تيجي تشوف جاي مزيلا. ايه والمدارس. ايه المدارس؟ المدارس من رجلك ما قلعهولك. أما راح تجيني. تعال خذي اهدي ريحة الأسيس أغلى ريحة جبتها لك من البندق خصوصي خصوصي. دي حلوة أوي ريحتها مين؟ أيوة بس تعالي. اهدي اقصى عليك يا فاطمة. إذا سبحاني ايه خساره فياني يا روحي. تعال تعال مش بريحتي. مش ما نتعشى الاول. نتعشى اهدي عشان عروسي. كل دي بط ووز وفراخ وحمام. ايه يا عمدي خسارة فيي؟ لا خسارة ليا. اوعي تعمليها مرة تانية. طب دوق بس عمايلي وما تعيبش احسن انا لسه غشيمة. ما غشيمة الا. الله طعم بجد. طب دوق دوق الحمامة دي كمان. ايوه. الله أبتغيك ليه؟ يا عبي الشوم أكل مع سيدي. العين ما تعلاش عن الحاجب يا عمدي. أنت العمدي. أنا يا سنتي. عود. أيوه. يا دي. كل دي. صحة وعافية على بدنك. كلها أنت. كلها بالهنا والشيفي. لذيذة بشاك. خدي قول كده كمان كله. طعم بشاك. بعدين. طيب اما اروح اعمل لك شاي. بعدين. انا هنام هنا. ليه يا حلو؟ اصلك ايه؟ اصلي انا ما هو ايه؟ مكسوفة اقول لك. قولي ما تتكسفيش. ايه؟ انا ايوه. يا بختك الاسود يا عم. عليك يا عمدي كده لو دراعي. اه يا دراعي. لا 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 ما فيناش من الارض يا عمدي. طب واشوف
عندي. لا ما بيناش من الارض. مين؟ اتحاسم يا اهبل يا بريالة. اخزى عليك راجل خيقي. اسبوك. لمين المي دي يا ولد؟ للست. انهي ست؟ للست فاطمة. اخرج لك قطع لسانك، مفيش هنا ست غيري يا ولد. ايه في الكانون ده؟ ام العود في البيت يعود، وانا اعود واقعد على قلبي، واقعد على قلبي. يا صباح. مش عيب عليك؟ ما انتش مكسوف من شبتك؟ جرى ايه يا حفيظ يا فتاح يا علي؟ ايه ما كنتش داري بنفسك؟ ايه ولا نايم زي عوايده؟ خلينا نملي للدخلته. اخلص يا بنت يا ميتة يا عديس الدم، امشي داري على الزريب، امشي. كل ده يطلع منك يا شايب. هو مشتت؟ انت مش خايفه من حفيظ ايه؟ وخاف ليه؟ هو انا بسرق؟ انا ليا كل حاجه هنا النص بالنص. خد
خد دولت عشان الايام. كل دي؟ وخد دي كمان، خد دي كمان عشان ياكلوا ويتبسطوا. ربنا يعمر بيتك وإلهي ولا بلاش. اسمع يا حسان. نعم. أنا رايحة لسيدي بلال، عندي نادر ولازم أوصيه. قلت للعمدة؟ العمدة سافر من بدري على البندر، ما لحقتش أقوله. وما أنتش خايفة لحد يشوفك؟ ما تخافش ما تخافش. ولو جت حفيظ؟ حفيظة راحت للداية وهتقعد عندها طول النهار، بس أنت إيه؟ ما تسيبش الدار لغاية ما أرجع، هي؟ من عينيا الاتنين. سلام عليكم. وعليكم السلام. اقري لي الفاتحة في سيدي بلال. فراخ وسط المشالتة دي هاصت. يا للي يا للي. اوعى النار يا واد، ناولني الملح. انا جعانه يا ست. انا جعانه يا ست. ازيك يا دنايا؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا روحي؟ ازيك؟ انا جعانة يا ام. حاضر يا حبيبتي. انا جايبة لكم حاجات حلوة. اهو. خدي يا حبيبتي، خدي كل. خدي يا دنايا. خدي يا حبيبي، خد. خد. كل. كل يا حبيبتي. خدي يا حبيبي كل. امسك. ازيك يا ماما؟ ازيك يا بابا؟ ما تعيطيش يا ماما، ما تعيطيش. ما تعيطيش يا ماما. أنا بخير والحمد لله وربنا ساترها معايا، ما هيفضحنيش أبدا. وازيك أنتِ؟ أمال أمال فين أبو العيلة؟ عند السايق. فاطمة. أبو العيلة، أبو العيلة. وحشتيني قوي يا فاطمة. انت اللي وحشتني يا ابو العيلة. مش اخر ده كله. اطمن اطمن يا ابو العيلة، انا مراتك، ويوم ما يشوف كعب رجلي اتحرم عليك. ابو العيلة انا مش بايعاك، احلف لك على مصحف انه ما لمسني من يوم ما خرجت من دارك. امي جت يوم انت على الظالم يا رب. قاعد مخبول كده ليه؟ بفكر في حكايه كده شغله بالي. حكايه ايه؟ البنت فاطمه مالها سخان؟ بقول يعني مثلا يعني لو قعدناها في دار لوحديها مش يكون احسن؟ ايه 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 ايه؟ سمعني تاني؟ ايه؟ انت عايز تأسس لها دار لوحديها ليه؟ ناوي تسكتها على طول؟ مش لغاية ما ربنا يسهل؟ لا هو لسه ما سهلش. اقول لك ايه بس؟ انا لابد اخلي الداية تكشف عليه. يا مالوش لزوم. لابد تكشف عليها، ده انتوا بقالكوا شهرين وزيادة. يا ست مالوش لزوم للكلام. مبروك يا عمدي، ربنا جاب واستجاب. يا نظيمي والنبي يا ستي. هي مين يا ولية؟ فاطمة يا سيدي، كشفت عليها لقيتها النهارده صلاة النبي أحسن. كدابة، إن ولية كدابة. هتعرف زي يا سيدي؟ وأكتر منك كمان. ما حصلش. بالله العظيم حصل، فاطمة حبلي. مالك اتلخبطت كده ليه؟ حاسب للفرحة تاخد عقلك. اسمع، زي ما اتفقنا لازم يتكتب باسم. ليه؟ لو انت مش داري بنفسك؟ ما حصلش. اهو حصل. من امتى؟ اسال نظيمه. من مين؟ من جوزي. جوزك؟ يا بنت الله العظيم من جوزي. اي يا بنت؟ طب هو انت جوزي؟ انا مرات ابو العيلة. يا فجره. انا لو كنت فجره كنت بقيت مراتك ولو لليله وحدي. اي حد فاهم. وهتقول للناس ايه؟ ذبحتيه عشان جابت لي الواد؟ مش ابني.
كذبني قدام اهل البلد، قول لهم ان ده ابن ابو العيله والنشا. اخرجي لازم تشوفي المحل في الواد دي. اما تعلق لي حبل المشنقه انا هسقطك. افتح يا حضرة العمدة افتح، ده مش وقت الهزار والدلع. الناس بدها تبارك، البلد كلها فرحانة. تمام والكمال وتجيب ولي العهد. الله عيب يا حضرة العمدة، ده انا راجل قاري ودارس ومطلع. فلتح يا ابن العمدة، مبروك يا عمدتنا. مبروك يا عمدتني. وحياة الغالي اللي كنت بتسترجاها من الدنيا ترجعها لأرض. طيب. زي ربنا ما جبر بخاطرة تذكر بخاطرنا، ده احنا غلابة. طيب طيب. عقبال ما يبقوا نص دستي. يا مصري يا عمدة. أنا سايع عليك النبي ترجع لك يا مصري يا عمدة. طيب طيب. ألف مبروك يا عمدة. ألف مبروك يا عمدتني. ألف راية بيضة. هو لسه في حال. يا واد اديني في العتاب. ألف مبروك يا أخوي، ألف مبروك. ولو إني ما كنتش موافق على الجوازة دي، إنما أنا فرحت لك. ربنا يخليه لك ويبقى راجل ويمسك العمودية. صاحبك مفروس، ربنا وكسه. أيوه، وكسه ونصفني. وداني ولسه لسه في ايه تاني؟ ايه ده حلو؟ حلو قوي. الوصفه دي نستعملها على طول، نحس عليك ونحس قبل النوم لاجل ما تتنيها بولد تاني. تاني وتالت ورابع. انا مش قايل لك انك صاغ سليم. براوة يا فاطمه. ايوه براوة، رفعت راسي، طولت رقبتي. ايدك بقى على الحلاوة. طب ويمين الله انا ما تنازل عن نص فدان وجاموسة. ألف مبروك يا عمدتنا، اتربى في عيشة. الشاي هنية. يلا روح دور، يلا. شريه جوز البت دي اني حتى الله. هتوحد الله يا عمده، هي الفرحه هتاكل عقلك. طب استنى لما تولد. انت عايز الناس يقولوا ايه؟ اقعد اقعد اقعد. الشاي يا حبيبي. سيبني لوحدي، اني مش طايق حد كده. خلصت حاجتي من قلبي. عايز تاكل عليا الحلاوه؟ لا وحياه ولي العام. اني اللي جبته لنفسي، انا اللي استاهل علي العوض ومنه العوض. يا رب الراجل هيجنن من الفرح ده، مش يكلم روحه. معذور يا ناس، البت هبلته. يوه Thank you.
حياتك. البركه فيك انت بقى وفي ابنك. البركه فيك انت يا علوان، الله يرحمه ويسامحه. اسمع يا علوان، انا عايزك في كلمتين. خلاصين؟ نعم يا بنتي. اديني شوية مي. حاضر يا دناي. الحق تمنك على السر، محدش هيعرفه غير. رد الباب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويسامحه. الله يكرمه. اذكروا محاسن موتاكم، هو عمره عمل حاجة لله؟ ده ما تبص عليه إلا الرحمة. انت ماضي على فين؟ المرفوع كثير. يا سلام على عصمة ربنا. خلقنا الإنسان ونعلم ما ما نبوش من 500 فدان غير حتة أرض متر في متر. بقيت حياتك يا عمري. شد حيلك يا حضرة العمدي. شد حيلك. ايه حياتك يا ابني؟ حياتك الباقية. ما يلبس ظلامنا وركبنا ديون وخد أرضنا. الاولاد والجنديانات والوصلات اللي عليها استنيك. عارف عارف كل حاجه، عارف كل حاجه يا عم ربنا. فاطمه انا مش لاكل حاجه، بس انا ماليش قصد. التركه كلها هيورثها ابنه فاطمه وصيه عليه. هقول لها انت وكلمها. هي عارفه كل حاجه وقالت لي على اثنين. كل الاوراق والاختام اللي عليكم هتنحرق والارض هترجع لكم. دنيا وفيها كل شيء وكل من جاها مشي وكل ظالم خسف والحق هو اللي اتنصف. توتة توتة وفي الغيط الحدوتة.